دكتور صلاح، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا دكتور عمرو، ومساء الخير للسادة المشاهدين ولأسرة البرنامج. دكتور أنا صلاح، بشكرك على تواصلك معايا شرف واهتمامك لنا، بهذا الموضوع الهام. شرف لنا يا فندم. دكتور صلاح، يعني تعليق حضرتك أو تقييمك للتداعيات المنتظرة على سوق الرقائق أو أشباه الموصلات بعد هذه الأزمة التي هي في الأساس أزمة سياسية، كيف ستنعكس السياسة على الاقتصاد؟ هو طبعا ليها تبعيات كبيرة جدا، وحضرتك اوريدي نوهت على ان تايوان بتعتبر العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية، وخاصة في مجال التقنيات الرقمية والسيمي كوندكتورز. طبعا حضرتك ايضا ركزت على ان في شح اوريدي نتج بسبب كوفيد، والولايات المتحدة الآن معاها عاملة تعاقد هو أكبر تعاقد في تاريخ ولاية تكساس ببناء أكبر مصنع للسيمي كوندكتورز في الولايات المتحدة الأمريكية، وده بالتعاون مع شركة سامسونج. أعتقد أن الزيارة هيكون لها تبعيات اقتصادية، نتمنى أن لا يكون لها تبعيات عسكرية، وأعتقد إن هي مجرد يعني حفظ لماء الوهج للصين. الصين قطعت النهاردة، أعلنت قطع استيراد منتجات زراعية من تايوان. هي الصين بتحاول تعمل ضربة على الإيد، يعني على أساس إن إحنا مش هنسكت، وطبعا حفظ الهيبة وكل الكلام اللي إحنا فاهمينه ده هو. لكن زي ما حضرتك بتقول، هل هيكون لها تأثير على السيمي كوندكتورز ماركت؟ طبعا هيكون لها تأثير. أشباه الموصلات. ايوه، اشباه الموصلات هيكون لها تأثير، واوريدي الشركات الكبرى الامريكيه والدوليه في كلا من الصين وتايوان متخوفه من ذلك. فكثير من الشركات، ومن ضمنها مثلا شركه ابل، الارباح بتاعت شركه ابل بلغت 68 مليار دولار في الصين في عام 21، وده بيمثل 9% من إيرادات الشركات. فأدي شركة كبرى أمريكية ستتأثر. شركة أسترازينيكا البريطانية ليها تواجد كبير في الصين بنحو 6 مليار دولار سنويا، ما يقرب على 16% من أرباح الشركة. فهو ليس قاصر على الرقائق، وليس قاصر على التبادل التجاري ما بين الدول، بس على برضو السبلاي تشين، سلاسل الإمداد. أيوة، سلاسل الإمداد. طبعا هتكون كارثة كبيرة لو تم أي محاصرة بحرية للصين أو أي مناورات. دي هتأثر على حركة التجارة العالمية، وهتأثر على التبادل التجاري، وهيكون لها تبعيات اقتصادية وخيمة أكثر مما نتوقع، وأكثر ويضاعف ما إحنا بنشهده اليوم نتيجة الحرب الأوكرانية. نعم دكتور، يعني واحنا بنتكلم يمكن امامي اخبار كثيره جدا عن التحركات الصينيه تجاه تايوان، التحركات ليس فقط العسكريه ولكن ايضا الاقتصاديه، وقرارات صينيه عن فرض حظر على اكثر من 100 سلعه بتستورد من تايوان، 100 سلعه تايوانيه. ايضا رئيس الشركه التايوانيه لتصنيع اللي هي الرقائق او اشباه الموصلات قال انه المصنع بتاعهم هو اكبر مصنع لاشباه الموصلات في العالم زي ما بيقول يعني، وان هذا المصنع لن يكون قادرا على العمل اذا ما حصل حصار يعني بحري جوي على تايوان. طيب، او حتى لو حصل عمليه عسكريه بالتاكيد صينيه على تايوان، العالم كيف يمكن ان يعني يتعامل مع هكذا فرضية؟ طبعا دي هتبقى كارثية. طبعا نقطة إضافة للنقطة المهمة اللي حضرتك نوهت عنها،
بتعد الصين أكبر الشركاء لتايوان تجاريا. تايوان معتمدة على الصين، في إجمالي صادرات تايوان إلى الصين على سبيل المثال في سنة 2021 وصل ل 126 مليار دولار، بينما إن تايوان استوردت من الصين. ففي تبادل تجاري محوري ليس فقط عالميا، بس هيكون له تبعات وخيمة على اقتصاد تايوان وعلى حركة التجارة العالمية. أعتقد أنا إيه دكتور، عفوا على المقاطعة، إيه أهم القطاعات التكنولوجية في العالم أو الصناعات اللي ممكن تتأثر من هذه التطورات لو حصلت؟ ما هي لو صناعة أشباه الموصلات تأثرت وتم إيقاف التصدير مثلا من تايوان، فده هيأثر على جميع الصناعات. يعني تكنولوجيا حديثة متقدمة لها عواقب وخيمة على صناعة السيارات على سبيل المثال، والصناعات الإلكترونية كافة. فإحنا بنتكلم على تبعات اقتصادية رهيبة. يعني احنا طب وليه تايوان بالذات يا دكتور صلاح يعني تميزت في أشباه الموصلات؟ يعني ليه أمريكا ما عندهاش مثلا مصانع زي اللي في تايوان مثلا؟ ما ده غلطة استراتيجية طبعا عملتها أمريكا من حوالي 25 سنة، إن هي عملت a lot of اللي احنا بنسميه outsourcing، يعني manufacturing ل far east، لأنها بتستخدمها ك cutting down the cost، يعني عشان يقللوا التكلفة. بالضبط. فدي دي دي غلطة كبيرة طبعا، غلطة استراتيجية قام بيها البيت الأبيض في هذا الوقت، وبيعترفوا بيها دلوقتي. يعني ما هم معترفين ان دي كانت غلطة كبيرة، وهم بيحاولوا يصلحوا الغلطة دهيت بتوطين هذه الصناعات وجذب الصناعات للمينلاند، يعني الأمريكا هنا هو مرة أخرى لتفادي هذا. لكن هل هيكون له تبعيات اقتصادية؟ أكيد هيكون لها تبعيات اقتصادية من ناحية التضخم، من ناحية الجلوبال كومبتيتيفنس، التنافسية، قدرة تنافسية للمنتجات الأمريكية دلوقتي لو صنعت واعتمدنا على الصناعة الداخلية ومش الأوت سورسينج، يبقى الأسعار هتزيد بتاع المنتجات الإلكترونية الأمريكية مضاهاة. وده دي اللعبة السياسية اللي بتلعبها الصين. الصين بتلعب دلوقتي إن هي تعمل ضغط سياسي علشان لا تتكرر مثل هذه الزيارات ميبي في المستقبل. ما أعرفش بقى مدى الضغط ومدى الاقتصاد هيلعب الضغط الاقتصادي هيلعب دور كبير هنا، هو اللي بتلعبه الصين. وهل هي لها الأبر هاند ولا لا؟ أنا شايف إن هي ليها الأبر هاند. أنا شايف إن الزيارة ده هي للأسف أعطت كارت للصين. فأنا شخصيا يعني في رأيي الشخصي إن لا داعي لها كان هذه الزيارة، وخصوصا في الأوقات الراهنة. اقتصاديا برضو دكتور يعني صلاح، أخيرا الاقتصاد الأمريكي وحجم التجارة الهائل اللي بين واشنطن وبكين، هل بدأ يستشعر الخطر ولا الوقت لسه ما يزال مبكرا للحكم على ذلك؟ هو طبعا هو رد هيكون رد نفسي دلوقتي طبعا، psychological effect، يعني دايما بيسبق التبعات الاقتصادية. فطبعا في panic دلوقتي، في فزع يعني، في ذعر دلوقتي، ذعر من المستثمرين، ذعر من المالتي ناشونالز، ذعر كمان من الموردين. يعني في بانيك اتاك دلوقتي. في فهل هيحصل ريكفري قريب لو الضرب على الايد اللي بتستخدمه دلوقتي الصين
مش هيوصل لمناورات عسكرية أو لحظر أو لأي حاجة، ده بيعتمد نعم على رد الصين. أنا يعني شايف إن الصين يجب تكون لها الحنكة السياسية، إن هي خلاص هي اعترضت وانتهى الاعتراض، والزيارة انتهت، فلا داعي لإشعال النار يعني. أها يعني فأنا شايف إن التبعات الاقتصادية الوخيمة هتأثر على الصين أيضا. نعم نعم لما حركة التجارة، فمش عايزين نلعب بالنار، لأن هما صحيح يعني دلوقتي بداية لعب بالنار، صحيح فنطفئ النار. وأعتقد إن كافي إن عملوا الحضور العسكري اللي عملوه والطائرات اللي نزلت في تايوان، فهذا كافي يعني، أو اخترقت المجال المجال الجوي. الجوي التايواني 27 طيارة. صحيح فأعتقد إن كده يعني لا نتمادى في اللعب بالنار، لأن لو تمادى اللعب بالنار البانيك اللي حصل في السوق الكل هيبقى هيخسر. ريال. صحيح بالظبط بالظبط. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح حسن أستاذ التسويق العالمي في جامعة جورج واشنطن من العاصمة واشنطن دي سي.